السلام عليكم ورحمة الله متتبعي الكرام، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم حنان فلوق بوصفة جديدة اللي هي الفقاس. نشوف المقادير على بركة الله. عندنا كيلو ديال الدقيق الممتاز، عندنا خمارة واحدة، فانيا، عندنا 6 ديال البيضات، 3 درنا اليوم قهوة سريعة الذوبان، و3 الاخرين زدنا عليهم الابيض ديال البيض. هنا عندنا 250 غرام ديال الزبدة، كاس ديال الزيت، عندنا 3 دراهم ديال الزنجلان و 2 دراهم ديال النافع. من بعد حبيباتي ما طلقنا الزبده ديالنا، خاصها تكون بحراره المطبخ حيت راه دابا البرد ضروري ما كتكون شاده راسها. غادي ناخذ الفاني ديالنا، ناخذ كاس ديال الزيت ديالنا، نزيدو النافع ديالنا والزنجلان، نزيدو 3 البيضات ديالنا والبيض ديال البيض، ناخذ الطحين ديالنا على حسب الخليط حتى كيتجمع لينا العجين ديالنا، نديرو معاه خماره باش نخلطو كلشي في خطره واحده يدخل معاهم. نجمع العجين ديال البنات وندوزو من بعد باش نشوفو الطريقه نكملو الفقاس ديالنا. بعد حبيباتي ما جمعنا الخليط ديالنا كنطلقو على هذا الشكل هكا باش نديرو في الطاوه ديالنا. خليو شويه ديال لاسباس حيت هو الفقاس كياخذ الطياب ديالو، تيبغي يكون مرتاح في الطياب. من بعد ما دهنا الفقاس ديالنا كنزوقو بهذا الشكل هكا، كنكملو البنات وندخلوه يدير نص طيبه ديالو في الفران، عاد نقطعو ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. ومن بعد ما حبيباتي طيبنا الطيبه الاولى ديال الفقاس بدينا كنقطعو فيه كيجي على هاد الشكل هكذا، وغنعاودوه في الفران طيبه الثانيه. نشوفو التقطيعه ديالو البنات ما كتجي مغليضه ما رقيقه باش كيجي باين وعاطي. نبداو بسم الله على بركه الله. بسم الله كنكملو التقطيعه ديالنا، كناخدو عبر واحده البنات، نكملو التقطيعه ديالنا ونتلاقاو من بعد في النهايه الاخيره. من بعد ما حبيباتي طيبناه الطياب الثاني ديالو كيجي على هذا الشكل هكذا، خذوا حيده نتوما، كيجي غزال ما شاء الله والله العظيم البنات، كيذوب في الفم حيت عجناه بالزبده ما درناش فيه كيف العاده اللي كنديرو غير الزيت، انا زدت ليه الزبده كيجي زوين. نتمنى من الله انكم تجربوه، واللي عجبو الفقاس ديالي يخلي ليا جيم ولي كومونتير. الحاجه اللي ما عجبتكمش حتى هي مرحبا، وبسلامة عليكم. ما تنسوش لنا ابوني وجيم البنات. شكرا لكم، الى فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.